السلام عليكم ورحمة الله. فيديو كده قلت اصور لكم فيديو سريع. النهاردة يوم الحد وبقالها فترة كان في تلج فبدأ يسيح الجو، دلوقتي جايز 2 فوق الصفر حاجة زي كده. فزي ما انتم شايفين في طبعا لسه اماكن فيها تلج، لكن الحشيش بدأ يظهر بعد فترة كان مستخبي فيها، والتلج بدأ يسيح وفي شمس طلع. فيعني ايه بالنسبة لنا ده كده اول مرة اطلع اتمشى من شهور، فلسه فبراير طبعا، فلسه الجو ايه هيبقى متقلب، هتيجي ايام كويسة وايام مش هنعرف نخرج، بس يعني ايه بدايات الفرج بدأت اهي تظهر، ان الواحد يقدر يشم هوا شوية ويطلع بره ويشوف الدنيا بدل الحبسة في البيت او في العربية. طبعا ان شاء الله لما الجو يتحسن نقدر نرجع تاني نصور بره، بدل ما احنا بنصور ايه واحنا سايقين في العربية. فهادي الايه المنظر في النيبرهود هنا. فان شاء الله في كام فيديو كده كنت سجلتهم لسه اعمل لهم اديتنج وانشرهم، وبعدين بنكمل على قد ما نقدر. وبس كده فيديو، بس كده بنمسي عليكم الناس دلوقتي بالليل، بنصبح الناس اللي بتتفرج الصبح. نشوفكم ان شاء الله بقى في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.